بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. التحية متجددة مشاهدين الأعزاء من هنا من أرضية هذا الميدان من ميدان السوان لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تحمل منافسات سن الحقائق، حيث المنافسات الكبيرة في بداية تدشين هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. بسم الله وعلى بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط الخامس. اندفع هذا الشوط، انطلقت الابكار في تنافس وتحدي كبير لنيل كسب كلمة الناموس الذي يطمح ويطمع لها الجميع مباشرة الى السمحة اللي على المركز الاول بشعار جابر بن صالح بن جابر العامري ياتي بالمركز الاول. انتقل الى وصايف اللي على المركز الثاني عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري. انتقل الى سحابة بالرقم ثلاثة وهي على المركز الثالث لعبد الله بن سالم لخريباني النعيمي. المركز الرابع العنود القادمة للسيل بالرملي بن محمد العامري، بينما المركز الخامس منحلة يا منحلة وصلت على المركز الخامس وتقدمت بشعار خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي ياتي مع المركز الخامس. المركز السادس وصولا من هنا كنوف لياسر بصغير بن عبد الله المالكي يتقدم ويتحرك على المركز السادس، بينما المركز السابع هناك مزنة لهادف بن حمد بن عفصان المنصوري. والمركز الثامن تقدمت مشغلة لسهيل بن سالم باللوتية العامري. انتقل واتحرك الى المركز التاسع، تاسع المراكز وصلت غبة وصلت غبة ووصل سلطان بن خلفان بن موسى الهاملي ياتي مع المركز التاسع. السياد اللي على المركز العاشر هنا بدأت أسياد تتحرك لسعيد بن سهيل بن عبد الله الطماطم العباري يتقدم مع المركز العاشر ويتحرك بانطلاقة عاشر المراكز. ولكن نعود أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، أعود إلى الاندفاع، إلى التغيير الذي طرى وجرى من وصايف يا وصايف التي بدأت تسير وتتحرك بشعار عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري. راعي الطير طار 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 راعي الطير واقلع في سماء السوان ليتحرك في المركز الاول. انتقل واتحول الى المركز الثاني بالرمل قادم واللي قدمت في هذه اللحظات على المركز الثاني تحركت في هذا الانطلاق سمحة لجابر بن صالح بن جابر العامري. المركز الثالث العنود، عنود الصيد تقدمت عنود، تحرك السهيل بالرملي بن محمد العامري ياتينا مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز الشرطة 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 وهبت الشرطة وبدأت تتقدم لنايب بن سالم بن مبخوت الحرسوسي يتحرك مع الشرطة ويتحرك بأمال وطموحات ابناء اليدة هنا في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الكبير. المركز الرابع هناك اسياد لسعيد بن السهيل بالطماطم والتقدم من بن رشيد القادم بالجديد القادم بانطلاقاته وتحدياته الكبيرة يتحرك في هذه اللحظات مع انطلاقة عالية. هناك سالم بن عبد الله بالطير العامري ياتي مع عالية، ولكن اعود الراعي الطيرة اعود مع وصايف مالها وصيف مالها وصايف. هذه هي وصايف لعبد الله بن قصاب بن مصبح راعي الطير العامري.
العامري، راح يطير العامري، يتقدم مشكور يا عمر حتى هذه اللحظات، مشكور باسم الجمهور يا عمر يا بن قصاب، يا راح الطيرة العامري، ولكن وصلت عالية تبحث عن مركز العلو، سالم بن عبد الله بالطير، يا بالطيرة يا راح الطيرة، ياك بالطير ياك، هنا في هذه اللحظات يتقدم مع عالية، يتقدم مع عالية سالم بن عبد الله هناك بالطير، والتقدم اللي ربشتنا اللي ربشتنا، وصلت العاصمة، وصلت العاصمة لسعيد بن حمد بن محمد بن يروان، النيادي بدأ ينادي باللحظات الأخيرة. إذن المقدمة مع بالطير مع عالية، والنيادي قادم عالية لسالم بن عبد الله بالطير العامري، ولكن العاصمة العاصمة وعالية، اللحظات المثيرة ما بين عالية وما بين العاصمة، نشاهد هناك مع خط النهاية والدخول، عالية هناك في مركز العلو، تهانينا لسالم بن عبد الله بالطير العامري على هذا الفوز والانتصار الجميل. بينما وصلت بالمركز الثاني العاصمة لسعيد بن حمد بن محمد بن يوران النيادي، المركز الثالث كانت وصايف عبد الله بن غصاب بن مصبح راع الطير العامري، المركز الرابع كانت هناك بالمركز الرابع هي قبة لسلطان بن خلفاء بن موسى الهاملي، المركز الخامس كانت حضور جميل من عنود لسهيل بن رملي بن محمد العامري. الله الله الله، شوط قوي، شوط حمل الإثارة، 6 دقائق ثانيتين جزءا واحدا من الثانية، تهانينا والناموس لمالك عالية سالم بن عبد الله بالطير العامري، طار بالطير وأقلع بهذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 6 دقائق ثانيتين وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس لمالك العاصمة سعيد بن حمد بن محمد بن يروان النيادي، المركز الثالث 6 دقائق 3 ثواني 6 أجزاء من الثانية، كانت هناك وصايف هي من حصلت على المركز الثالث، وكان عبد الله بن غصاب بن مصبح راع الطيرة العامري من رافقها نحو الانتصار والفوز الجميل. إذن تهانينا والناموس لجميع